مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، اهلا بحضراتكم، معكم السيد فلاح، بكلم حضراتكم من مدينه الاسماعيليه التي تتعرض الان الى موجه من الطقس السيء وتساقط امطار هنا في مدينه الاسماعيليه. يعني مش لاول مره تتعرض المحافظه اليوم لامطار، يمكن قبل قليل ايضا تعرضت محافظه الاسماعيليه الى امطار. بكلم حضراتكم من شارع هدى شعراوي بمدينة الإسماعيلية، وانخفاض شديد جدا في درجات الحرارة النهاردة في مدينة الإسماعيلية، يعني جو شتوي كامل، يعني جو انخفاض يمكن لأول مرة تعرض الإسماعيلية منذ بدء فصل الشتاء إلى هذا الطقس الشيء، وانخفاض كبير جدا في درجة الحرارة. يعني هناك انتشار واسع لسيارات شفط المياه من قبل محافظة الإسماعيلية، وشركة مياه الشرب عاملة انتشار كبير لسيارات شفط المياه لشفط تجمعات المياه، لكن حتى الآن ما فيش تجمعات كبيرة للمياه بمدينة الإسماعيلية. لكن يعني هناك انخفاض شديد في درجات الحرارة، تتعرض المحافظة لتساقط أمطار، الأمطار لم تتسبب يعني في بطء مروري على الطرق السريعة لعدم وجود تجمعات مياه، لكن أنا شايف الأمطار بدأت تزداد وأنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة، كما عودنا حضراتكم نضع حضراتكم في الصورة من كل الأحداث. يمكن الإسماعيلية تعرضت خلال الأيام الأخيرة إلى موجة من الطقس السيء، أيضا كانت هناك شبورة مائية كثيفة ضبابية منذ أسبوع في مدينة الإسماعيلية، تسببت في غلق كل الطرق المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية. وتسببت الشبورة المائية الضبابية في غلق الطرق لمدة 14 ساعة، ثم أعيد فتح الطرق مرة أخرى لسلامة المواطنين وقائدي المركبات على الطرق. عاوز أقول لحضراتكم من شدة الطقس وبرودة الطقس مش قادر أمسك التليفون، يمكن يعني في انخفاض كبير في درجة الحرارة مع سقوط أمطار. الطقس السيء يضرب الإسماعيلية، الإسماعيلية مدينة السحر والجمال. خالد ما زالت الأمطار تضرب محافظة الإسماعيلية، ومع انخفاض شديد في درجات الحرارة، انتوا عارفين ان المحافظات اللي مصر تتعرض الى موجة من الطقس السيء هذا الأسبوع، وامطار كده على فترات في مدينة الإسماعيلية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل لحد الصقيع. متوقع استمرار تساقط الأمطار لأن السماء مليئة بالغيوم منذ صباح اليوم، والإسماعيلية يعني السماء مليئة بالغيوم، وكان هناك رياح متوسطة على مدينة الإسماعيلية. الإسماعيلية يعني مدينة السحر والجمال، عروس القنال، دائما ما نجد ان يعني طقسها معتدل بشكل كبير خلال معظم الأوقات. وهذكر حضراتكم بان الشاعر عبد الرحمن الأبنودي يعني اختار مدينة الإسماعيلية لجوها المعتدل الرائع بناء على نصيحة الأطباء له في أيامه الأخيرة، واستقر في الضباعية، ويعني بنى وسكن ودفن في الإسماعيلية لجوها الرائع. لكن في فصل الشتاء هذا الموسم يعني انخفاض كبير في درجات الحرارة مع تساقط أمطار، وتتوقع حي ترصاد الجوية أن بيشهد اليوم انخفاض بالحرارة لسوء طقس بارد نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ليصل إلى حد صقيع على وسط سيناء. وهقول لحضراتكم درجة الحرارة النهاردة في مدينة الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 17،
في السويس نفس الكلام، الصغرى 10 والعظمى 17، العريش وشمال سيناء الصغرى 9 والعظمى 15، الزازي والشرقية النهاردة درجة الحرارة الصغرى 9 والعظمى 16، دمياط 10 17 زي الإسماعيلية، بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 17، وما زالت تتعرض مدينة الإسماعيلية إلى تساقط أمطار وموجة من الطقس السيء. النهاردة القاهرة العظمى 16 والصغرى 9، الإسكندرية 16 العظمى و10 الصغرى، مطروح 15 العظمى 9 الصغرى. دي درجة الحرارة بالنسبة للمحافظات، ويعني توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم. من المتوقع استمرار هذه موجة الطقس السيء يعني هذا الأسبوع. الإسماعيلية تتعرض لتساقط أمطار، طقس شتوي بالفعل هنا في مدينة الإسماعيلية، والأرصاد بتأكد استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع. بورسعيد أيضا تعرضت لأمطار غزيرة النهاردة، أيضا محافظة دمياط تعرضت إلى أمطار النهاردة، دمياط وبورسعيد يعني أمطار بدأت متوسطة كثيفة في بعض المناطق. يعني الطقس هذا الأسبوع هيشهد يعني حالة من التقلبات والتغيرات الجوية ما بين انخفاض درجات حرارة وسقوط أمطار ونشاط رياح. ده هذا الأسبوع ويعني والنهاردة تحديدا كمان، النهاردة هيشهد انخفاض درجات حرارة في أنحاء الجمهورية، ده حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية. يعني الطقس بارد خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا. من المتوقع أيضا تساقط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية ومدن القناة، زي ما بنكلم حضراتكم وبنرسل مع حضراتكم الأمطار من مدينة الإسماعيلية، ده برضو توقعاته هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط المياه على السواحل الشمالية ومدن القناة، وتكون هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا، والأمطار تمتد إلى شمال الصعيد مع استمرار نشاط الرياح واضطراب حركة الملاحة النهاردة في مدينة يعني في المواني المصرية. بشكر حضراتكم مشاهدي التلفزيون اليوم السابع في كل مكان، كنت معكم السيد فلاح، حصلت مع حضراتكم حالة الطقس النهاردة في مدينة الإسماعيلية وتعرض مدينة الإسماعيلية لتساقط الأمطار، ده بالتزامن مع تعرض أيضا مدينة بورسعيد إلى تساقط أمطار وانخفاض شديد في درجات الحرارة. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.